بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الجدات. باب الجدات. الجدات هن أمهات الآباء أو الأمهات. أم الأب يقال لها جدة، وأم الأم يقال لها جدة، وأم أب الأب وأم أب الجد وغيرها، كلهن يقالهن جدات. من يرث من الجدات ومن لا يرث. هذا الباب يبين لنا المؤلف رحمه الله تعالى من يرث من الجدات ومن تشترك مع غيرها في ميراث الجدات. نعم. لا يرث عند الحنابلة أكثر من ثلاث جدات. لا يرث عند الحنابلة أكثر من ثلاث جدات. ما هن؟ أم الأم وأم الأب وأم أب الأب. هذه ثلاث الجدات، اثنتان من جهة الأب وواحدة من جهة الأم. الأب يرث من جهته اثنتان، أم الأب وأم الجد، لكنهن لا يشتركن هؤلاء في السدس. أم الجد لا تشترك مع أم الأم، ولا تشترك مع أم الأب، وإنما تشترك مع من يساويها في الدرجة. ثلاث جدات هن الوارثات عند الأئمة من الحنابلة، وأما عند المالكية فلا يرث سوى جدتين فقط، أم الأب وأم الأم. وأما عند الشافعية والحنفية يرث أكثر من ثلاث جدات، قد يشتركن أكثر، كلما زدنا درجة تعددنا أكثر. وهكذا العلماء رحمهم الله اختلفوا في ميراث الجدة، متى ترث ومتى لا ترث. الشافعية والأحناف قالوا ترث الجدة مطلقا إذا تساوت مع صاحباتها، وأما الحنابلة فقالوا لا يرث عندنا إلا أم الأم وإن علت، وأم الأب وإن علت، وأم أب الجد أب الأب وإن علت. أم الأب أم أبي وأم أم 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 وأم أم 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 أبي أب يشتركن في الميراث إذا تساوينا. وأما عند الشافعية عند المالكية فلا يرث سوى جدتين فقط، أم الأم أم الأم وأم الأب. أم الأم بمحض الإناث، وأم الأب بمحض الإناث. أم أب وأم أم فقط. أولا أم الأم وأمها وإن علت بمحض الإناث. بمحض الإناث
يعني كان تكون أم 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 إلى آخره، بخلاف أم أم أبي أم لا ما ترث، يعني ترث أم الأم بمحض الإناث إذا كانت تتصل بأنثى فقط، أم 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 هذه ترث لو زادت، أم 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 أبي أم لا ما يرث، أم 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 أضربك فضرب الله تعب يضربك. أم 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 أب ترث، أم أم أب ترث، أم أم أبي أم أم كذا ما ترث، يعني الوراثة للجدتين واحدة من قبل الأم واحدة من قبل الأب. عند المالكية هذا هو، المالكية يقولون لا نورث إلا جدتين فقط، واحدة من قبل الأم واحدة من قبل الأب. الشافعية والأحناف يقول نورث 10 جدات إذا اجتمعا وتساوا، لأن كل ما رفع الدرجة زادا، كل ما رفع الدرجة زادا. وأما الحنابلة فيورثون أم الأم بمحض الإناث وأم الأب بمحض الإناث إلا أبو ولدها، أم أبي الأب أم أبي الأب بمحض الإناث، كلهن بمحض الإناث إلا أنها نهايته عند أب عند الأب، وثانية نهايتها عند الأب، والثالثة نهايتها عند الأم. نعم. ثانية أم أبي الأب، أم الأب وأمها وإن علت، أم الأب وأمها، أمها أم 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 أب وإن علت إنها ثالث بمحض الإناث. نعم. ثالثا أم أبي الأب كذلك، أم أبي الأب ما يقال عنها بمحض الإناث لأن فيها أبوين أسفل أو أولها تبدأ من أبوين. نعم. وإذا اجتمعت الجدات يعني الثلاث أم الجد، أم 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 أبي الأب ترث. وإذا اجتمعت الجدات الثلاث وكنا متساويات في الدرجة كأم أم كأم أم الأم وأم أم الأب وأم أب الأب فالسدس بينهن بالسوية، لما روى سعيد في سننه عن ابن عيينة عن إبراهيم النخعي أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث 3 جدات، 2 من قبل الأب وواحدة من قبل الأم. وفي مراسيل أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم أطعم السدس 3 جدات، جدتين من قبل الأب وجدة من قبل الأم. فإذا كنا غير متساويات في الدرجة فإن الجدة القربى تسقط الجدة البعدة، سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب، خلافا للمالكية والشافعية فإن القربى من جهة الأم تسقط البعدة من جهة الأب للعكس. إذا كنا غير متساويات في الدرجة، يعني أم 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 هذه ترث، أم أم أب ترث، أم أم أبي أب ترث، 3 إذا كنا متساويات. إذا واحدة أقرب منهن تأخذ السدس، إذا تساوينا اشتركنا في الثلث، اشتركنا في السدس. وفي مراسيل أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم أطعم السدس 3 جدات، يعني ما يزيد حقهن إذا زدنا، واحدة تأخذ السدس، 2 تأخذان السدس، 3 تأخذان السدس، كالزوجات سواء بسواء، الزوجات الواحدة تأخذ الربع أو الثمن، الزوجتان تأخذان الربع أو الثمن،
ثلاث زوجات يأخذن الثلث الربع أو الثمن، أربع زوجات يأخذن الربع أو الثمن، ما يزيد نصيبهن بزيادتهن. فإخوة الأم كذلك، إخوة الأم زادوا أو نقصوا إذا تعددوا يأخذون الثلث. نعم. فإن كن غير متساويات، ما معنى غير متساويات؟ يعني واحدة أقرب منهن، واحدة أم فقط، أم ثالثة، أم أبي أب، ما يرثنها ولا يرثنتهن، تأخذ السدس واحدة منهن للدنيا. يكون غير متساويات في الدرجة، فإن الجدة القربى تسقط الجدة البعدى. يعني إذا كانت واحدة بدرجتين والأخرى بثلاث درجات، فإن صاحبة الدرجتين تسقط صاحبة ثلاث الدرجات. هذا على سبيل العموم. لكن إذا كانت القربى من جهة الأم، القربى من جهة الأم والبعدى من جهة الأب، هل تسقط القربى البعدى؟ نعم نعم، القربى من جهة الأم والبعدى من جهة الأب تسقط البعدى بالاتفاق. لكن إذا كانت بالعكس، القربى من جهة الأب والبعدى من جهة الأم، فقالوا لا تسقط البعدى، لا تسقط القربى البعدى إذا كانت القربى من جهة الأب، لأن جهة الأم أقوى في الجدة. فإذا كانت البعدى جهة الأم فإنها ترث مع القربى جهة الأب. هذا قول. والقول الآخر الراجح أن البعدى تسقط بالقربى. فإذا كنا غير متساويات في الدرجة، فإذا كنا غير متساويات في الدرجة، فإن الجدة القربى تسقط الجدة البعدى. هذا بالاتفاق، الجدة القربى تسقط الجدة البعدى، سواء كانت نعم، سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب. خلافا للمالكية والشافعية، فإن القربى من جهة الأم تسقط البعدى من جهة الأب، للعكس. للعكس، يعني لا تسقط البعدى بالقربى إذا كانت من جهة الأب، القربى من جهة الأب والبعدى من جهة الأم، فإنها الأم لا تسقط بحال عندهم، أن أصل الميراث الجدة من قبل الأم، فإذا كانت هي البعدة فلا تسقط بالقربة. بهذا المعنى يقول رحمه. وفي ذلك المعنى يقول في الرحبية: وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات، فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية، وإن تكن قربى لأم حجبت، أم أب بعدا وسدسا سلبت، وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان. لا تسقط البعدا على الصحيح، واتفق الجل على التصحيح، وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث، وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الأولى. فقل لي حسبي. وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض. يقول رحمه الله: وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات. تساوى نسب الجدات، سن على درجة واحدة، فإنهن يشتكن في السدس بشرط أن تكون وارثة كلهن، لكن الأخرى غير الوارثة
لا تسقط ولا تؤثر على أحد. مثلا أم أبي الأم، أم أبي الأم، هذه ساقطة على كل حال، لا ترث، هذه لا ترث قربة أو بعدة. أم أبي أم، أم أبي أم، هذه غير وارثة لأنها أدلت بذكر بين أنثيين، لا ترث سواء كانت قربة أو بعدة، لا ترث. بخلاف أم 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 أم، خمس كلها أمهات، هذه هي التي من جهة الأم هي التي لا تسقط بالبعد من الميت، فالسدس بينهن بالسوية بالقسمة العادلة الشرعية. وإن تكون قربى لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت، وإن تكن قربى لأم حجبت، وإن تكن القريبة من جهة الأم أم أم أم، والبعدا من جهة الأب، فإنها تأخذ القربى السدس وتسقط البعدا، كأن تكون أم 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 أم، هذه القربى معها أم أبي أب، أين البعد وأين القربى؟ التي تدلي بالأب هذه بعدة، وتأخذ السدس أم الأم فقط. وتكون قربى لأم حجبت أم أب بعدة وسدسا سلبت، يعني أخذت السدس دون الأخرى. وإن تكن بالعكس، القولان في كتب أهل العلم منصوصان، وإن تكن بالعكس يعني أم الأب هي القربة وأم أم الأم هي البعدة فلا تأخذ السدس، فهذا في خلاف. مثلا أم أب، هذه جدة معها أم أم أم، ثلاث، فهل تسقط القربة بالبعدة أو تسقط البعدة بالقربة؟ هذه محل الخلاف. قوله وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان. ثم اختار رحمه الله لا تسقط البعدة على الصحيح، واتفق الجل على التصحيح، لا تسقط البعدة إذا كانت من جهة الأم والقربى من جهة الأب، لا تسقط القربى لا تسقط البعد على الصحيح، واتفق الجل على التصحيح. وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث، كل من أدلت بغير وارث كالمثال الذي مثلت أم أبي أم، أم أبي أم، هذه أدلت بغير وارث، أدلت بأبي الأم وأبو الأم غير وارث، فهي كذلك من باب أولى. وكل من أدلت بغير وارث فما لا حق من الموارث، وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الأولى، فقل لي حسبي، وتسقط البعد بذات القرب، البعد تسقط بذات القرب في المذهب الأولى الراجح، فقل لي حسبي، يعني يكفيني ما ذكرت. وقد تناهت قسمة الفروض آخر السدس، لأنها بدأت أصحاب النصف ثم أصحاب الربع ثم أصحاب الثمن ثم أصحاب الثلثين ثم أصحاب الثلث ثم أصحاب السدس. يقول واتناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض، رحمه الله وضح لنا ذلك توضيحا كاملا. و
ومن التي تسقط الأم الجدة بكل حال؟ لا يسقطها سوى الأم، ويسقط الجد ولا يسقط الجدة إلا الأم. وأما الأم والجد وأما الأم والجد فلا يسقطان الجدة مدنية بهما. وأما الأم، هذا غلط، وأما الأم والجدة فلا يسقطان الجدة المدنية بهما. وأما الأب، وأما الأب والجد فلا يسقطان الجدة المدنية بهما عند الحنابلة خلافا للأئمة الثلاثة. يعني عندنا الأم تسقط الجدة، الأب يسقط أمه، لا، الأم تسقط الجدة، الجدة يسقطها ولدها، الأب لا، الجد يسقط أمه، لا، لأنها أدلت بالأمومة فلا تسقط به. صحيح عندكم اللي هي مكتوبة الأم، ولا يسقط الجدة إلا الأم. وأما الأب والجد فلا يسقطان الجدة المدلية بهما عند الحنابلة خلافا للأئمة الثلاثة. وأما الأب، اجعل بدل الأم الأب. وأما الأم وأما الأب والجد فلا يسقطان الجدة المدلية بهما عند الحنابلة خلافا للأئمة الثلاثة. والجدة الفاسدة من هي؟ المدلية بالجد الفاسد أبو الأم، هي المدلية بذكر بين أنثيين كأم أبي الأم. وإذا اجتمعت جدة مدلية للميت من جهتين وأخرى مدلية من جهة واحدة، فالحكم أن تعطى صاحبة الجهتين ثلثي السدس وثلث السدس لذات الجهة الواحدة، ذلك كهالك عن أم وهي أم أب، وأخرى هي أم الأب أبي الأب. فإن يعني قد يتصور تكون واحدة تأخذ ثلثي السدس والأخرى تأخذ ثلث واحد. لما؟ لأن الأولى أدلت بجهتين والأخرى أدلت بجهة واحدة، فمن أدلت بالجهتين تأخذ الثلثين، هي أم وأم أب، فتأخذ ثلثي السدس. والأخرى أم أب الأب تأخذ الباقي. وهذه صورتها. انظر، فاطمة جدة، فاطمة أمينة جدة، الميت من هو؟ خالد. الميت خالد، هذه خالد ابن لبابة ابن زينب ابن فاطمة، خالد ابن سعيد ابن رقية ابن فاطمة. الأولى فاطمة جدة، شوف، فاطمة أم فاطمة أم فقط، وفاطمة كذلك أم أبي أم أبي أب، وأمينة جدة أم صالح. إذا تزوج الرجل
بنت خالته أو تزوج بنت عمته، ولده يكون لهذه الخالة أو هذه العمة ولد بنت بنت، أو ولد ابن بنت بنت ابن، وهكذا. فماذا تكون أمينة؟ أمينة جدة. ماذا تكون لخالد؟ تكون أم أبي أب، أم أبي أب، لأن خالد ابن سعيد وسعيد ابن صالح، وأمينة أمه، وخالد ابن سعيد وسعيد ابن رقية، رقية بنت فاطمة، وخالد ابن لبابة، ولبابة بنت زينب، وزينب بنت فاطمة، وهكذا. هذه الجدات ثلاث متساويات، واحدة أدلت بجهتين، واحدة أدلت بلبابة والأخرى أدلت بسعيد، أدلت بإدلاءين. وسعيد له جدتان، جدة أم أمه فاطمة، وجدة أم أبيه أمينة، وهكذا. صالح هذا يصير أب لسعيد، وزينب ورقية أمه. أقسم حلك هالك عن أم وجدة وعم، أم وجدة وعم. المسألة من ثلاثة، للأم الثلث وللجدة لا، والعم له الباقي. ولما لم ترث الجدة هذه؟ لأن حجبتها الأم. هالك عن جدة أم أم وعم، مسألة من ستة، الجدة أم الأم السدس واحد، وللعم الباقي تعصيبا. هالك عن أم أم وأم أب وعم، مسألة من ستة، للأم أم الأم وأم الأب لهن السدس، والباقي للعم. هالك عن أم أم أم، انتبه، وأم أم أب وأم أبي أب، متساويات ثلاث، بينهن السدس والباقي للعم. وإذا كانت واحدة منهن تدلي بقرابتين فإنها تأخذ ثلثي السدس والباقي للأخرى. هالك عن أم أبي أم، أم أبي أم وعم، المعنى للعم، وليس لأم أبي الأم شيء لأنها جدة فاسدة أدلت بذكر بين أنثيين فلا ميراث لها. أقسم حلك هالك عن أم أم وأم أبي أب، أم أم وأم أبي أب وعم، المسألة من ستة، لأم الأم سدس كامل، وليس لأم أبي الأب شيئا. اقسم
هلك عن أم أبي أب وأم أم 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 خمس أمهات، السدس بينهن بالسوية لا، على المذهب الأولى أي تأخذه أم الأبي وأم الجد وليس لأم الأم البعد شيء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هالكة عن زوج وجد وأم وأخت شقيقة، ماتت امرأة عن زوج، الزوج له النصف، وأخت شقيقة وجد وأم وللأم الثلث، هذا من معنى، والجد والأخت، الأخت لها النصف، أخت شقيقة لها النصف، ثم والجد له السدس، ثم يشترك الزوج الجد والأخت يشتركون في المال ويقسم بينهم السوية. يقول السائل: أنا مبتلى بالسكر وأحيانا يغلبني البول وأنا في الصلاة، فهل أخرج وأترك الجماعة أم أستمر في صلاتي وصلاتي صحيحة؟ نعم يا أخي، لا بأس عليك أن تخرج من الجماعة إذا غلبك البول وخشيت من خروجه وأنت في الصلاة وتخرج وأنت معذور. يقول السائل: الوالد مريض بالقلب، هل يجوز أن أعتمر عنه؟ هو لا يستطيع السفر الطويل. يجوز أن تعتمر عنه، لكن لا تحرم عنه إلا بعد علمه. يقول السائل: رجل لبس لباس الإحرام من الميقات ولم ينوي بنية العمرة وأكمل عمرته، ماذا عليه؟ ليس عليه شيء، هذا نوى وإن لم يكن نطق، ما دام لبس ملابس الإحرام عند الميقات وتوجه إلى مكة وطاف وسعى وأكمل عمرته ليس عليه شيء. يقول السائل: أنا معتمر أكملت الطواف 7 أشواط ونسيت أن أصلي ركعتي الطواف، هل علي شيء؟ ليس عليك شيء، لأن سنة الطواف سنة، إذا أديتها فأحسنت، وإذا لم تؤدها ونسيتها فلا بأس عليك. يقول السائل: نحن سنسافر يوم الخميس مباشرة بعد صلاة الظهر، فهل نجمع صلاة العصر مع الظهر جمع تقديم قصرا؟ إذا كانت إقامتك في مكة أكثر من 4 أيام فلا يحسن أن تجمع الظهر مع العصر خراجا من الخلاف، وأما إذا كانت إقامتك في مكة أقل من 4 أيام أو 4 أيام فلك أن تجمع الظهر مع العصر وتصليهما جميعا. يقول السائل: هالك عن أب وأولاد وزوجات، الزوجات لهن الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، زوجات لهن، ما هو صحيح السؤال. يقول السائل: هل يجوز استعمال الشامبو والصابون للمحرم؟ لا يجوز له استعماله، وإذا استعمله جهلا أو نسيانا فلا بأس عليه. يقول السائل: رجل له 4 زوجات فصار لهم حادث، فتوفى الرجل قبل الزوجات ولكل واحدة أبناء من الزوج،
وللزوجات أمهات ويعتبرون جدات لأولادهم، هل ترث هذه الجدات جميعهم من مع أن جدة الزوج المتوفي موجودة؟ هذا ما هو واضح السؤال، عليها أن يرجع للمحكمة ليبين من الوارث من هؤلاء الأولاد. يقول السائل: عندنا في بلادنا إمام يقرأ القرآن جماعة عند الجمعة قبل الأذان الأول، ولقد نصحناه ولم يتعظ، هل يجوز لنا تغيير المسجد أثناء صلاة الجمعة؟ لا تتركون الجماعة من أجل قراءته هذه، فهذه لا بأس بها إن شاء الله. يقول السائل: ما حكم الكذب على الزوجة وعدم إخبارها بالراتب وكتمان ذلك عنها؟ لا بأس بهذا، لأنه إذا أخبرها بالراتب ربما تشرع عليه أكثر، وإنما يجحد عنها علشان ما تشرع عليه، ما عليه بأس بهذا. يقول السائل: حججت السنة الفائتة وأريد الآن الرجوع إلى بلادي، فهل أطوف الوداع؟ نعم يا أخي، ما دمت قد حججت بقي عليك طواف الوداع، متى ما عزمت على السفر تودع، وإذا كنت ودعت وخرجت إلى شيء ما جدة وغيرها فلا بأس عليك. يقول السائل: عندي قطعة أرض عند بيعها أخرجت الزكاة 2.5%، هل هذا صحيح؟ عند بيعها إذا كانت للتجارة يجب أن تخرج زكاتها في كل سنة، سواء بعتها ولم تبعها، وأما إذا كانت لغير التجارة فليس بها زكاة. وكم قيمة الحج بالريال السعودي؟ الحج يكلف من شئت، تكلم من شئت، يحج عن أبيك وعن أمك وعن من شئت، وترضيه بالمبلغ، لا تشارط معه، أرضه بالمبلغ الذي يكفيه كلفة له. يقول السائل: هل يجوز أخذ الجنسية من دولة مسلمة؟ دولة المسلمة نعم يجوز. يقول السائل: إذا نسيت الوتر وتذكرته بعد خروج وقته هل أصليه؟ تصليه شفعا لا وترا، إذا خرج الوقت ضحى تصليه ضحى شفعا لا وترا. إذا نسيت أن توتر وأنت توتر بالعادة بثلاث أو خمس أو سبع فصليه شفعا لا وترا. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.